السلام عليكم. هل تعرف وأنت تتناول الفواكه أن هناك فرق بين الفواكه الغذائية dietary fruits والفواكه الحراشية phytofruits؟ فليس كل ما تتناوله يعتبر فاكهة، يمكن أن تتغذى بها أنت وأهلك. لمعرفة الفرق أرجو الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات وتابعونا. بسم الله الرحمن الرحيم. تنقسم الفواكه بحسب أنواعها وأماكن زراعتها. فهناك فواكه استوائية وهي التي تزرع في جو حار وفي مناطق أقرب لخط الاستواء، وفواكه موسمية شبه تنمو في أماكن شبه حارة وهي التي تنمو شمال خط الاستواء وجنوب مدار السرطان، وفواكه متوسطية وهي التي تنمو شمال مدار السرطان وفي مدار الجدي وفي جو معتدل وبارد، وفواكه قطبية وهي التي تنمو في أجواء باردة أقرب للصقيع. لكن الاختلاف في التركيبة العلمية مختلفة جدا لدرجة كبيرة بين الأنواع الاستوائية والموسمية والمتوسطية. فالفاكهة التي تحتوي على مركبات كيميائية phytochemicals مشابهة للعناصر الغذائية النيوترينس تسمى حراشية أو عصيرية أو فايتو فروتس. وهذه الفواكه لا تؤخذ بكميات غذائية أو أن يتناولها الشخص كما يريد، بل بكميات محددة تقدر علميا بحسب مكوناتها الكيميائية وليس الغذائية، لأن هذه المكونات الكيميائية قد يكون لها أثر ضار على صحة الجسم وتؤخذ بحذر مع المرضى المصابين بأمراض مزمنة. أما الفواكه الغذائية فتؤخذ بكميات غذائية ويمكن تناولها بدون عصر، أي أنها تحتوي على عناصر غذائية مناسبة كجرعات وليس جرعات عالية. فمثلا فاكهة القشطة غنية بنحاس بدرجة كبيرة، حيث أن 100 جرام منها تحتوي على 65 ميكروغرام من النحاس، لذلك تصنف كفاكهة حراشية بمعنى ألا يتجاوز تناولها يوميا 150 جرام، يعني بحجم فاكهة ونصف متوسطة الحجم للبالغين، و85 جرام للأطفال أكثر من عامين بحجم فاكهة إلا ربع يوميا، لأن زيادة النحاس في الجسم عن الحد اللازم كما ذكرنا في حلقات سابقة يسبب نقص في الحديد والكالسيوم. ويمكن تجنب تناولها لمرضى الأنيميا نقص الحديد ولمن يعانون من هشاشة في العظام. أما البرتقال فهي فاكهة غذائية بإمكانك تناولها بأي كميات أردت، فهي غنية بالعناصر الغذائية النيوترينس وبالذات الذائبة في الماء الووتر سوليبل. ولذلك عند تصنيف الفواكه يجب التفريق بينهما. فالفواكه الغذائية الدايتري فروتس تصنف كالتالي: التفاح، الكمثرى، البرقوق، اليوسفي، البطيخ، العنب، والشمام، والكرز، والفراولة، والبابايا، والرمان، والسفرجل، والتين، والتوت، والليمون، والنوني، والكيوي، والمشمش، والأترق، والتمر أو البلح، والسدر، والليم أو اللايم. بينما الفواكه الحراشية والعصيرية أو الكيميائية phytofruits فهي كالتالي: التمر الهندي، فاكهة القشطة، فاكهة الصبار، الكاكا، والأفوكادو، والخروب، توت البري، والبروغو، والرامبوتان، والمانجستين، والكومبالا، والدوريان، والكريفروت، والدوم. ويخرج من كلا التصنيفات الموز والأناناس والمانجو والعناب وجوز الهند والزيتون، والذين لم يصنفوا إلى الآن حيث أن هناك تداخل في التراكيب، فلم يصنفوا كفواكه غذائية أو فواكه حراشية. هذا ما أردنا تلخيصه لكم على عجالة وبصورة ملخصة، ولكم جزيل الشكر والتقدير. أرجو الاشتراك في القناة، تفعيل اللايكات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.